طلاب، محاضرتنا اليوم عن الـ Medium Access Control Mac بالوايرلس ستاندرد اللي بدنا نقرأ عنه اللي هو الـ IEEE 802.11. فالماك لاير تغطي لي 3 functions، هي Reliable Data Delivery، Medium Access Control و Security. بالإضافة لذلك هي توفر لي هاي functions المطلوبة من عندها، بالإضافة لأنها توفر لي الـ Services الرئيسية اللي هي تقدم من قبل الماك لاير، اللي هي mainly نطلق عليها الـ Traffic Services، اللي هي نقطة رقم واحد Asynchronous Data Service، اللي هي هذا الشيء الأساسي أو الإلزامي المطلوب من هذه اللاير. Support of Broadcast and Multicast Exchange of Data Packet بالاعتماد على الـ Test Effort. No delay can be given for transmission. Test Effort معناها إنه ما ممكن إنه يصير delay، تأخير بالـ Transmission. Time service اللي تقوم بها الماك لاير هي time bound service، السيرفيس اللي لها وقت محدد حتى تنجز. هنا شنو الاكسس ميكانيزم المستخدمه بالماك لاير؟ اللي الاساسيات هي ثلاث نقاط اساسيه، هي البيسك اللي نعتبرها البيسك اكسس ميثود. اول شيء الفيرجن هو نطلق عليه بكارير سنس مالتيبل اكسس وذ كوليجن افويدنس بالوايرلس. ثاني شيء an optional method avoiding the hidden terminal problem. Hidden terminal problem معناها إذا أنا عندي ثلاث نودات طلاب A B C بها sequence، ال A دا يرسل لل B وال C أيضا دا يرسل لل B، فال B هي in the middle، فهنا إذا كان ال A branch مع ال frequency range يختلف عن ال frequency range اللي دا يشتغل عليه ال C، فواحد ما دا يشوف الثاني، فعندنا هاي المشكلة إنه دا يصير hidden terminal problem، انه لا الاي دي يشوف السي ولا السي دي يشوف الاي، واثنيناتهم دي يكونون شنو ترانسميت الى الريسيفر اللي هو البي اللي هو دي يكون بالميدل. نقطة رقم ثلاثة contention free polling method for time bounded service. contention هي عملية انه تكون عندي اكثر من باكيت او اكثر من مكان يدز دلتا الى نفس الى يعني بالشبكة، وتكون نوع السيرفيس المطلوبة هي time bounded service. الـ two methods الأولى اللي رقم واحد ورقم اثنين هو نطلق عليها distributed coordination function DCF. الـ third method نسميها point coordination function DCF. الـ DCF only offer تقدم لي السيرفيس اللي هي asynchronized. الـ DCF تقدم لي asynchronized و time bounded service. لكن إيش ده تحتاج؟ تحتاج إلى an access point to control the media. The access, the media access حتى avoid the contention. نتجنب حدوث the contention خاصة اللي يأثر لما يكون عندي شنو time bounded service. الماك ميكانيزم يطلع عليها distributed foundation wireless medium access control. زين؟ الexample على carrier sense multiple access with collision detection اللي هي مستخدمة بالوايرد IEEE standard 802.3 اللي هي موضوع سنت، وان الميديا الارسال راح يكون بها هذا طبعا بالوايرد لما الميديا is free listen to the media if the collision occur، هذه اللي موجود عندنا access mechanism بالماك لاير بالوايرد لان. بينما بالوايرلس عندنا مجموعة من البروبلمز، هي مثلا السيجنال اكيد تعرفون انتو قوة الاشارة اللي تبدي تقل ويا زيادة الديستانس المسافات. السندر راح الجهة اللي دي ترسل بالشبكة applies carrier sense and collision detection، لكن الكولاجين happen after when they يصير عندي دي يصير عند الريسيفر، فالسندر may not hear الكولاجين، ما راح يعني يعرف انه اكو اصلا صار الكولاجين مثل حالة ال هيدن تيرمينال. الكولاجين هو مدى يدري بي دا يصير عند ال B كولاجين ال A، دا يرسل دا يستمر بالإرسال ما هيرينج لي الكولاجين، فالكولاجين ديتكشن الكولاجين ديتكشن طريقتها بالوايرلس مدى تشتغل. كولاجين doesn't work للتيرمينال لما عندي هيدن تيرمينال. اوكي طلاب،